السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. معنا في هذه الليلة بعون الله تعالى ثلاث سور، من سور القرآن الكريم ومن سور قصار المفصل. أولها سورة الكافرون، إذ ابتدأت هذه السورة بقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. جاء في سبب نزول هذه السورة أيها الأحبة في الله أن المشركين لقي بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، نعبد إلهك سنة على أن تعبد آلهتنا سنة، يعني سنة نشركك في عبادة ربك وسنة تشركنا في عبادة آلهتنا. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات لبيان المفاصلة بين المؤمنين والمشركين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا من جهلهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الشرك أيها الأحبة في الله إذا دخل في عبادة العبد فهذا من أسباب حبوط العمل. فكيف يطلب من النبي أن يكون في هذا الحل الذي يعدونه وسطا، يقولون هذا حل وسط بيننا وبينك يا محمد لكي تزول الخلافات وتزول النزاعات بيننا وبينك، ولكن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى قال: قل، أي يا أيها النبي، قل يا أيها الكافرون. وهذا اللفظ عام لكل الكافرين، وإن كان قد نزل في كفار قريش. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي إنني الآن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فكذلك أنتم الآن لا تعبدون ما أعبد. قال الله عز وجل، وهو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا يمكن أن يقع لي هذا مستقبلا. في المستقبل لا يمكن أن أعبد ما تعبدون، ولا أنتم في المستقبل يمكن أن تعبدون ما أعبد ما دمتم على الشرك. فالمشرك لا يسمى مسلما ولا يكون عبدا مخلصا لله رب العالمين. ثم جيء بالآية الأخيرة في هذه السورة: لكم دينكم ولي دين. وهذه الآية فيها أن دينهم ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى لكم دينكم ولي ديني. لكم دينكم ولي ديني، وحذفت الياء كما هو في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، أي يهديني، والذي يطعمني ويسقين، أي يسقيني، وإذا مرضت
فهو يشفين، أي يشفيني. واستدل بهذه الآية بعض أهل العلم على أن الكفر ملة واحدة، دين واحد. فلهذا قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لكم دينكم أيا كان هؤلاء الكافرون. فالكفر ملة واحدة، ولو كان هذا الكافر يعبد الأوثان أو كان يعبد المسيح عليه السلام أو كان يعبد الشمس والقمر أو كان يعبد الجن أو كان يعبد أي شيء غير الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية البراءة من الشرك والبراءة من عمل المشركين، لا كما يفهمها بعض الناس اليوم لكم دينكم ولي دين، أن يشارك المشركين والكافرين في بعض أعمالهم الكفرية والشركية ثم يقول لكم دينكم ولي دين، يظن أن الذي في قلبه هذا دينه والذي في قلوبهم دينهم، وليس هذا هو معنى الآية وليس هذا هو الذي يدل عليه سبب نزول الآية، بل في السورة البعد عن مشاركة الكافرين في العمل والبعد عن شركهم، أو أن يتنازل المسلم عن دينه لإرضائهم. ثم يأتي بعد هذه السورة في ترتيب النزول سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كلمه بعض الصحابة رضي الله عنهم في إدخال عبد الله بن عباس إلى مجلس عمر، فقال بعض الصحابة لعمر إن لنا أبناء هم أكبر من عبد الله بن عباس ولا يدخلون مجلسك. فكان من عمر رضي الله عنه أن سأل الصحابة ومن كان معه في مجلسه عن هذه السورة، ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا أمر الله تعالى نبيه إذا نصره وفتح عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة إليه. هل أخطأوا في تفسيرهم؟ لم يخطئوا، ولكن هذا المعنى الظاهر لهذه الآيات. فسأل عمر عبد الله بن عباس وكان غلاما بينهم، فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. فقال عمر وأنا لا أعلم منها إلا ما علمت. وافقه على هذا. نعم هي السورة فيها ما ذكروه، لكن على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش بعد هذه طويلا، لا يعيش بعد هذا الأمر طويلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح له وفتحت مكة وجاءه الناس أفواجا، يعني فوجا بعد فوج وزمرة بعد زمرة، وذلك ما كان في السنة التاسعة من الهجرة، وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الناس من شتى أجزاء الجزيرة العربية، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. فيقول الله تبارك وتعالى إذا حصل هذا وفتح لك ونصرت ودخل الناس في دين الله أفواجا فاعلم أن أجلك قد اقترب.
فسبح بحمد ربك واستغفر. ما معنى سبح بحمد ربك؟ كيف يسبح بحمد الله؟ أي يسبح الله مصحوبا بحمد الله، يسبح الله تعالى ويكون هذا التسبيح مقرونا بالحمد. فالتسبيح فيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، والحمد فيه الثناء على الله تعالى بكل كمال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وما بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السورة إلا قرابة سنتين أو أقل، ثم قبض عليه الصلاة والسلام إلى ربه تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى السورة الثالثة وهي سورة المسد. يقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. ما هو التباب؟ التباب هو الخسران. فالله عز وجل يتكلم عن أبي لهب، فمن هو أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان اسمه عبد العزة، وكني أبا لهب لوضاءة وحمرة كانت في وجهه، وضاءة وحمرة كانت في وجهه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدع بدعوته والإعلان بها قام عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى في الناس نداء النذير، قال: وا صباحاه. فجاءه القوم حتى إن بعضهم قالوا: من هذا المنادي؟ قالوا: إنه محمد. فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الخطب، قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أو كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فتكلم أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني أرى أن الأمر لا يحتاج إلى أن تنادي الناس وتجمعهم إليك. فكان منه أن هزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب، يعني خسرت يداه، خسرت يدا أبي لهب. ولماذا ذكر الله تبارك وتعالى اليدين؟ لأن اليدين هي وسيلة الكسب، وسيلة الكسب واجتراح الأعمال هي الجوارح، وذكر اليدين لهذا المعنى. تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه. وتب يعني وخسر هو، خسرت يداه وخسر. تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا؟ لأنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد دعوته، وكان منه هذا الموقف أمام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أغنى عنه ماله وما كسب، فماله لن يغني عنه، وما كسب أي ولده، فولد الإنسان من كسبه، فلن يغني عنه ماله ولن يغني عنه ولده. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا عجيب أن تكون كنيته مشيرة
إلى مآله وعاقبته. هو أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب، والله عز وجل لما نكر النار هنا فهذا يفيد تهويلها، وأنها نار مهولة عظيمة ذات لهب عظيم. قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. هذه المرأة هي زوج أبي لهب، امرأة أبي لهب، وكانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسميه بالأسماء التي لا تليق به عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الأخبار أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. ولهذا قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، أي هي أيضا ستصلى نارا ذات لهب مثل زوجها. وكان يقال لها أم جميل، ولكن الله عز وجل قال: وامرأته حمالة الحطب. ما ذكر كنيتها، لأن كنيتها ينبغي أن يكون فعلها جميلا ككنيتها، ولكنها لم تكن ممن آمن ولا ممن صدق، ومآلها ليس جميلا كذلك، فلم تذكر كنيتها في هذه السورة. وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب يعني أذم حمالة الحطب. الله عز وجل أراد أن يذممها وأن يذمها وأن يبين مآلها. قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بين عذابا خاصا بها، وهي أنه سيكون في جيدها، أي في عنقها في رقبتها، حبل من مسد. والمسد قيل هو الليف، سيكون في رقبتها بدل أن يكون في رقبتها عقد أو شيء من الأحجار الكريمة، سيكون فيها حبل من الليف. وقال بعض العلماء: المسد هو الحديد، وقال بعضهم غير ذلك. فالحاصل أنه سيكون في رقبتها حبل تسحب به في النار وتجر به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل على أن من حارب الهدى والحق والخير الذي جاءت به الرسل أنه موعود بالعقاب الأليم عند الله سبحانه وتعالى، والعذاب الشديد عند الله تبارك وتعالى. وعذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه ليس يشبهه عقاب أحد. ألم يقل الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يشبه ذلك الأسر الذي يكون فيه المجرمون أحد، ولا يشبه ذلك العذاب الذي سيصلاه الكافرون عذاب أحد. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا ولكم، والعافية لنا ولكم ولأهلينا وللمسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بحفظك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال عن صفة الغسل، ما يتعلق بصفة الغسل الواجب من الجنابة، فإن هذا الغسل ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيما رواه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك صفة مجزئة، يعني من فعلها أجزأه وكفاه، وذلك أن يجمع الإنسان أمرين: الأمر الأول أن يعمم بدنه بالماء، أن يعمم بدنه بالماء فلا يترك شعرة ولا بشرا إلا ويصله الماء في الغسل. فإذا أفاض الإنسان على نفسه الماء بنية، الأمر الثاني أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الغسل من الجنابة، فهذا أيضا لازم وهو شرط لصحة الغسل. فإذا عمم البدن بالماء وما تحت ذلك من الشعر أو ما تحت الشعر والبشر فإن ذلك مجزئ وكاف. ولا ينسى الإنسان في غسله أن يغسل باطن الدبر، أن يصل الماء إلى باطن الدبر وإلى المغابن الإبطين وأصول الفخذين وباطن الركبة، وإذا كان له بطن فيتعاهد ما تحت البطن، هذا كله يجب أن يتعاهد في الغسل. وكذلك لا ينسى المضمضة والاستنشاق، لا ينسى المضمضة والاستنشاق، بهذا يكون قد أدى الغسل الواجب عليه. وأما صفة الغسل المسنون الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ بإزالة الأذى عنه ويغسل الفرج، يغسل الفرج، ثم بعد ذلك يزيل ما علق بيده من أذى، يزيل ما علق بيده من أذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعد ذلك يفيض الماء على بدنه مبتدئا بغسل الشعر، يغسل شعره ويوصل الماء إلى باطن الشعر، يروي أصول الشعر، ثم يحثي بعد ذلك على الشعر 3 حثيات، ثم بعد ذلك يغسل جسده مبتدئا بالشق الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. هذه الصفة المسنونة للغسل. وأما الصفة المجزئة فهي ما قدمناه في أول الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.